بما اننا على التلفزيون المصري فبالتالي هسألك على لاعبنا المصري الكبير محمد صلاح، رأيك ايه في هذه المسيرة الرائعة اللي قدمها في كرة القدم العالمية؟ حسنا، أعتقد أنه بالنسبة للجميع ليس بالنسبة لي زامورانو فقط، هو لاعب كبير، لاعب عظيم، لاعب تحب أن تشاهده داخل الملعب بالنظر لما حققه من تطور شخصي داخل الملعب وتطور على مستوى الشخصية. يمتلك قدرات بدنية كبيرة وقدرات فنية، جودة فنية كبيرة. أعتقد أنه لاعب حاسم، هو لاعب حاسم في كل موسم تراه يقدم مساهمات كبيرة مع ليفربول. محمد صلاح أعتقد أنه بإمكانه الفوز بالمزيد من الألقاب، قدم مستوى كبير هذا الموسم، ولكن فريق ليفربول لم يكن حسن الحظ لكي يتوج بالألقاب. أعتقد أنه قادر على تحقيق المزيد، ومع قدوم المدرب الجديد وبعد رحيل كلوب أعتقد أنه سيكون أمام تحدي كبير سواء بالنسبة له أو بالنسبة لليفربول، لكي يثبت أنه لاعب كبير ولاعب مهم كما فعل في المواسم السابقة، لكي يكون يتوج بالبريمير ليج وبدوري الأبطال، وأمامه تحديات كبيرة في الطريق. لو تلاقت الأجيال، لو الظروف كانت تسمح، هل كان زامورانو ومحمد صلاح سيمثلان ثنائية رائعة مثل ثنائية زامورانو وسلس زامورانو ورونالدو؟ طبعا نعم. نعم، أعتقد أننا نتفاهم بشكل كبير، لأن محمد صلاح هو أحد اللاعبين الذي يقدم تمريرات، لا يسجل فقط الأهداف ولكنه أيضا يصنع الأهداف، وأنا بصفتي كمهاجم قوي سأسجل كل التمريرات التي يمررها لي. يعني هو دلوقتي محمد صلاح هداف فريقه، لو كنتوا بتلعبوا مع بعض كنت أنت اللي هتبقى الهداف ولا محمد صلاح؟ أنا بالطبع أنا. أنا أعتقد أن محمد صلاح في بالنسبة للاعبين الذين لعبوا إلى جانبه هو كان دائما العامل الحاسم، ليس فقط لأنه يسجل الأهداف ولكنه أيضا هدف، هو يصنع الأهداف أيضا ليس فقط يسجل الأهداف، وهذا أمر مهم للغاية. وأنا بالنسبة لي كمهاجم صريح داخل المنطقة سأكون مستمتع بالغاية بما يقدمه محمد صلاح وبما سيساعدني على تسجيل الأهداف، لأنه أيضا سيصنع لي المساحات وسأكون هداف الدوري بالطبع.